مرحبا فيكم مشاهدينا على هامش الدور الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي، وعلى هامش أيضا معرض 40 عام على السينما المصرية. وعندما نذكر السينما المصرية يجب أن نذكر النجم الرائع حسين فهمي. برحب فيك معنا على شاشة الغد، منورنا كالعادة. أشكرك يا فندم، أنتم المنورين. مرسي. يعني مستر حسين، رأينا المعرض منذ قليل، شو رأيك في عرض الصور وذكرياتك؟ طبعا كتير جوا المعرض. في ذكريات كتير قوي، يعني كانت فترة جميلة. الفترة اللي أنا قضيتها رئيس المهرجان 4 سنوات استمتعت فيهم جدا، التقيت بأصدقاء كثيرين جدا، كان في لنا ضيوف على جميع المستويات من صوفيا لورين لألان ديلون، يعني جون مالكوفيتش، بيتر أوتول عمره ما ساب إنجلترا جالنا. يعني كانت أيام جميلة جدا، عندنا مخرجين عظام جدا زي مايكل أنجلو أنتونيوني. كل اللي انا شفته جوه طبعا عاد ذكريات جميله جدا بالنسبه لي. يعني كيف رصدت الافتتاح والاجواء المبهره اللي احنا رايناها والقاهره المعز كانت تلألئ في السماء بالاضواء وحضور النجوم، ويعني ومحمد حفظي لهذه الدوره الاولى له في المهرجان، كيف رايت المهرجان؟ لا انا اولا مهرجان القاهره السينمائي الدولي مهرجان مهم جدا، ومن اهم 11 مهرجان في العالم. القاهره هي عاصمه السينما في العالم العربي، يجب أن يكون لها مهرجان قوي، وده اللي كنت بسعى عليه دايما. وأنا شايف أن حفظي بداياته موفقة، إن شاء الله في لجنة تحكيم جيدة جدا، إن شاء الله يعني الأيام اللي جاية مع العروض ومع الندوات هيبان أكتر النشاط. اللي أنا شفته لغاية دلوقتي شيء منظم جدا، يعني إن شاء الله يعني المهرجان يتألق مرة أخرى بإذن الله. أطلع برة سياق المهرجان وأذهب إلى حسين فهمي، بالتأكيد جمهورك هلأ بيتساءل هل حسين فهمي رح بنشوف الوادي الثقيل في ورق جديد له في عمل سينمائي أو درامي، وخاصة أنه 2019 يعني إحنا على أبواب 2019 والتحضير لمسلسلات جديدة. لا إن شاء الله، يعني في أوراق، في ورق معروض عليا، أرجو أن أنا يعني أستمتع به، وبالتالي أستمتع بالأدوار المعروضة عليا والشخصيات، وبالتالي اقدر اوافق عليه يعني، بس لسه لغايه دلوقتي ما قررتش حاجه. البعض بيتساءل هل حسين فهمي من محبي السوشيال ميديا وبيحب يتفاعل على السوشيال ميديا، او انه ما بحبها كتير ما بيؤمن بها؟ لا انا غير مؤمن بالسوشيال ميديا، انا شايف انه عالم افتراضي، الناس عايشه في عالم وهمي جدا وقاعده بتهاجم بعضها، والحقيقه ما بستمتعش بيه خالص. يعني بتهتم باطلالات الفنانات في المهرجانات بشكل عام او ريد كاربت، ولا ايش ما بيعني لك وبتهتم بشيء غير؟ اول واحد قال يبقى في ريد كاربت كنت انا، وانا اللي طلبت من الرجال انهم يلبسوا السموكينج وتبقى الستات لابسه فساتين عشان يبقى شكلنا زي المهرجانات الدوليه. عمري ما تصورت ان في يوم من الايام هيتقلب ديفيليه، يعني الفستان ده مين اللي عامله والفستان ده مين اللي مفصله ولف في ظهرك ولف في وسطك، ده ما كانش هدفي خالص. يعني ما اعرفش ازاي اتقلب بقى ديفيليه بالشكل ده، مش قادر افهم يعني. بس الهدف ما كانش كده، الهدف انه يبقى كلنا لابسين لبس يليق بمهرجان دولي. يعني انت بنشوف حسين فهمي بيعمل عمل مهم مع مصطفى فهمي، هل لكم طموحات محدده او اهداف محدده لتجسيد بعض الشخصيات؟ يعني احنا طبعا يعني بندور دايما يبقى في ادوار قيمه بحيث ان احنا نقدر نلعب مع بعض. كان بيتعرض علينا زمان يعني دور اخين مثلا، كنت اقول لهم طب اجيب امي تلعب دور الام، يعني ما لازم تبقى في ادوار وتبقى شخصيات قيمه كده نستمتع بيها. يعني نورنا دايما ومتألق، ومنور كل المهرجانات في الدنيا. تحياتي لقناة الغد. شكرا شكرا.